رايك بظاهره تعلق الشباب وهوسهم بالمشاهير؟ بخصوص هاي الظاهره وخاصه هذه الايام كثرت وانتشرت بشكل واسع، فظاهره سلبيه وليس ايجابيه. اللي يكون مثلا معروف او مشتهر او فد شخصيه لها اهتمام، هاي الشخصيه ما راح تتاثر بيه اذا كانت وفق المعايير والاداب العامه امشي على خطاها، ولا كانت مختلفه للاداب العامه ما راح اقلدها، ما راح اسير نحو طريقها. ليش؟ لان تاثر سلبي والنتيجه لا تخدم المجتمع، وهاي الظاهره اصلا مرفوضه وغير مرحب بها من قبل المجتمع العربي وخاصه بلد العراق العظيم. والله هي ظاهره اكو ايجابيه واكو غير ايجابيه، احنا لازم يعني مثلا نروح ورا الايجابيه على من نطور من فكرنا ومن علمنا ومن بلدنا ونعلي مقامنا امام الدول. الحقيقه هو الانسان بصوره عامه سواء شاب او مو شاب، بس عاده تبدي في مرحله الشباب انه يتخذ له رمز. يعني الرمزيه اكو عند الانسان، اكو رمزيه كل انسان يحاول انه يتخذ له رمز يقتدي به او يقلده او ينعجب به، سواء كان هذا الرمز ديني، هذا الرمز سياسي، هذا الرمز بغض النظر. وتعرف حسب تطور الزمن قد يكون انه في فتره السبعينات كانت الرمزيه شيء، في فتره الثمانينات كانت الرمزيه شيء، الان في هذا الزمن زمن السوشيال ميديا والانترنت وهذه صارت اكو رمزيه تختلف. يعني اكو مشاهير يعني شلون خدمهم ظرف التكنولوجيا فنالوا شهرة على مستوى واسع. اللي يقلد شخص هو إلا عنده فد يعني شلون أقول لك فد نقص عنده بشخصيته. اليوم إذا أريد يعني نقلده بالمحتوى الإيجابي. بالمحتوى الإيجابي، وإنما إلا هو يعني المحتوى مالته، فد واحد يقلد فد لبسته أو فد الستايل مالته، وإنما كل واحد وشابه هو وحريته. يعني هسه انا مثلا ستايل مالتي رسمي، هو يجوز ستايل مالته مو رسمي، المحتوى مالته. يعني اليوم انت عندك في شخص معين تحاول تقلده؟ لا ما عندي، انا اقلد حريتي نفسي شخصيتي. والله هو احنا المفروض يعني احنا نختار المشهور نصعده او ننزله، يعني مو ذنبه هو، يعني احنا يعني لازم نختاره نشوف احنا الزين مالته مو زين مالته نسبتهم، فلازم يعني احنا نختار. اتوقع يعني احنا صوشنا يعني نصعد المشهور او ننزله، يعني ما احنا هواي عندنا مشاهير مثلا ما يستحقون هاي الشهره، هواي ناس ما معروفين يستحقون اكثر من الموقع اللي هم بيه. والله بصراحه صارت ظاهره حاليا نشوفها يعني بمجتمعنا، انه اغلب الشباب دا يقلدون مثلا المشاهير بشغلات غالبا تكون سلبيه للاسف، يعني دا نشوفها يعني واقع حالي. يعني هي المفروض واحد يقلد مثلا اذا واحد مشهور بشغله ايجابيه، اذا عنده محتوى مثلا زين، بس مو انا اقلده باي شيء، يعني حتى بتفاصيل حياته بشغلاته مثلا الشخصيه، يعني هذا اشوفه شيء سلبي يعني، وينعكس بالتالي على المجتمع وعلى يعني الشباب بالذات، يعني فئه الشباب، فيكون اعتقد التقليد بشغلات الايجابيه يعني حصرا.